I think here is paradise. We have Bacha, we have Shaval, we have everything. It's paradise hon. هكذا تعبر هذه السيدة الألمانية عن تجربة الإقامة في لبنان وعن مشوار توثيق الفن اللبناني المعاصر الذي بدأته مع الباحث الفني سيزار نمور قبل أكثر من عقد. أتيت إلى لبنان للعمل في السفارة الألمانية عام 2003. التقيت سيزار نمور وسرنا معا في طريق الفن والثقافة. أول نشاط نظمناه كان مهرجان بيروت لكتب الفن، وكنت أساعده في الترجمة والتصوير الفوتوغرافي. الأمور سارت لوحدها وبدأنا في هذا المتحف لتوثيق الفن اللبناني. هو متحف للفن الحديث والمعاصر على تلة خضراء في منطقة صغيرة وخلابة تدعى عليتا. الفن المعاصر بالقرن الماضي ما عاد موجود، لأنه كانت الأعمال تنعمل بجاليري وبعدين بعد ما يخلص المعرض بتتفكفك وما بتعود موجودة. طلبنا من الفنانين أنهم نحن مستعدين نحفظ لكم عليها، ولما بدكم تاخدوها صار عندنا كمية من هالأعمال. قررنا أنه حرام يبقوا بالصناديق وبالكرتون، خلينا نعرضها. هيدا إجت فكرة المتحف من أنه نعرض الأعمال يلي عم جرب نحافظ عليها. أشياء كثيرة جمعت الاثنين، حبهما للفن والعيش معا. من 10 سنين جمعنا الحب وما زال يجمعنا بنفس الطريقة، واهتمامنا بالأشياء الجميلة هي أدت لأنه نكمل مشوارنا سوا ونعمل متحف سوا. مصنعان مهجوران أغلقا أبوابهما قبل 10 سنوات وصار متحفا يضم الآن مئات الأعمال الفنية. أسسنا العمل في العام 2013 والآن لدينا أعمال ل70 فنانا في متحف مقام. هما ثنائيان يضجان بالحيوية والهدوء في آن، يتأملان عميقا في الحياة والكون ويؤمنان بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي من منطقة عليتا لبنان.